اخيرا قدرنا نجمع 5 دنانير، فلوس الدهر وانا اخوك لازم نعصر كل فلس في المطعم هذا. كده احلى الاشكال، كده احلى اقاه. واي هلجي يا جماعه، هالمكان مو مكاننا، خلنا نروح نقعد محولنا. واي دبرك لا يا ابو عتريس، لا تصير فيك البارصه، حنا داشين فلوسنا بالخمسه، ناكل نشرب نبلع على كيف كيفنا. في ايه عندكم هني؟ تدري الو قد بنينج، وي هاف ا لوت اوف درينكس، في اكو مشروبات حاره، اكو مشروبات بارده، اكو ساندويتش. ايه عندكم يتشرب يعني؟ تدري زي ما انت عارفه هذا في موكا، في لاتيه، في اسبريسو، في كابتشينو، في مقلق كوكو. انا مش فاهم حاجه. اكو بعد مشروبات بارد نفس ايس تي، موكا فرابتشينو، ميلك شيك، ميلك كاكاو. من هذول؟ لاعبين منتخب ايطاليا؟ شو السالفه؟ اي شنو هذا؟ انا سوي سبيك، انا يتكلم عربي، انت ما تسوي فهم. شنو هذا ايطاليا؟ ايه انت حمدي تعال شوف هذا. يس جوليا، اي ويل هاندل ذس. ايوه بهوات اي خدمه. حضرتك هتحب قوي الساندويتش بتاعنا، عندنا كلوب ساندويتش فراخ، وعندنا كمان كرواسو بالجبنه والاوريجانو، وعندنا شيز كيك بالفراوله والتفاح. فاي حاجه من دول حضرتك عايزهم؟ شغل بقى جيب حاليا بتاع ما اقدر بقدر. اسمع يا بايسب، ابي نفس البنات، ابك انت اسمع. بايسب ايه يا فندم؟ انا شيف اتندن. قصدك فرابتشينو وشيز كيك بالحليب. حضرتك قوي اوامرك دايما هي. يبقى انا ابي اكبر جلاس بيبسي عندكم، وابي اكبر سندويتش الدياي. ايوه تشيكن الونزي، حاضر امرك. والاخ خد هنا، والنبي انا مش فاهم حاجه من اللي قلتها، ممكن تختار لي على ذوقك؟ تدري مفيش مشاكل، خد لاتيه وايس كراميل، وكمان خد مافن بالعجوه وهيعجبك قوي. رفيق شم حسابك بدون البخشيش. رفيق ايه البيئه اللي انا بتعامل معاها؟ حسابك حضرتك تشيكن الونزو اند ايج كراميل فرابتشينو اند كرواسو اوريجانو، هيبقى 13 دينار و330 فلس بس يا فندم. تدفعهم كاش ولا كريدت؟ ده المكان غالي جدا، الفلوس ما كفتش حتى الكيكه. تدري شنو هذا؟ نص جلاس بيبسي بدينار ونص. الله يخلي فرحنا والله، بطل حجم عائلي ب 100 فلس، صدق حراميه. يا ولد هالمطعم 5 ستار مثل الويت الحمر ما يغرس، ديلكس فري باركينج، الناس اللي حولك ما تشوفهم، هاي جلاس بزنس فيرست جلاس، اي لايف يو. واي تعال جي واي باي غرا صعفون، البنات اللي ورانا قاعدين يبصوا عليك ويضحكوه. تدري اسمع يا ابو تمره، شارك ما تعرفني، اسال عن جدي. ودلوقتي هتعمل ايه يا شاطر؟ تدري خله على اخوك، وانا اخوك ابتسامه جهراويه شقاقيه، واطيحهم وبعدين الرقم، وش عليك بالباقي؟ اي رقم؟ مو تقول ان خطك مقطوع، عليك مكالمات وايد، شو السالفه؟ تقص علينا؟ ليه؟ فرع الجمعيه ما فيه تليفون. كاميرا هلجي والله صدق. ماي هلج هلج. صحيح انك قد كلمتك يا صحفه، البنات مبسوطه وقاعدين يضحكون. ما شفت شيء يا حبيبي، الظاهر انك ما تعرفني زين، انا الصريخ والاحسائي ورويش وكفوري منقل عندي بالدونيه، وقلت عزم الدقدق بيتي ما نرد عليها. يا ولد السالفه. شو بتسوي بالطيارة يا صحفة؟ لا توهقنا؟ يا طايرة يلا طيري، يا طايرة يلا طيري، روحي لقلبي وعمري، روحي لقلبي وعمري، قاعد على هالطاولة، قاعد على هالطاولة، لا 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 يا طايرة لا تحول. عليا اتعبت، عليا مش شايف حاجه، بيت طبعا دور عاها عاها مستديمه، اطلع غابه فلوس. انتوا بتخطفوا ازاي؟ مين عمل كده؟ مين اللي بيهزر الهزار البايخ ده ورابح كده في فقع عيني؟ عليا اتفقعت خلاص مش شايف حاجه. ايه ده؟
يسأل جدي عني؟ مين جدي؟